إن الحوار السياسي الذي انتهجه الرئيس المؤسس لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي إتنو قبل وبعد توليه زمام الحكم في تشاد كان هو السر في نجاح العملية الديمقراطية بالبلاد، وإيمانا منه بأنه لا يوجد بديل لحل مشاكل التشاديين سوى الحوار السياسي، اتخذ رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الحوار السياسي كخارطة طريق لبرنامجه السياسي طيلة فترة حكمه بالبلاد. ونظرا لأهمية الحوار السياسي ودوره في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين من أبناء الوطن الواحد، ظل رئيس الجمهورية وفيا لتعهداته بضرورة تحقيق المصالحة الوطنية وإخراج البلاد من الأزمات السياسية التي كانت وريثة الحروب الأهلية. هذا وبعدما عثمر الحوار السياسي بفضل سياسته الرشيدة المتمثلة في سياسة اليد الممدودة وإعلان العفو العام عن جميع المعارضين المسلحين والسياسيين والعزم على لم الشمل أبناء الوطن، بادر رئيس الجمهورية بتعسيس الإطار الوطني من أجل الحوار السياسي سيندي بي الذي يضم ممثلين من أحزاب المعارضة والأغلبية الرئاسية، وذلك كآلية لضمان حقوق الممارسة السياسية الديمقراطية في تشاد. هذا بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي قام بها رئيس الجمهورية منذ تنصيبه على رأس الدولة في 8 أغسطس من العام المنصرم، وهذا ما أكده الأمين العام النائب لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ الدكتور زكريا محمد صالح نائب رئيس مجلس الأحزاب الإفريقية. الحوار الوطني انخرط فيه الأحزاب المتعارضة والأحزاب الموالاة، وهذا الحوار الوطني يخرج يقود البلد إلى بر الأمان، وهذا كله بفكر وبحكمة وبشجاعة رئيس الجمهورية وبقلبه المفتوح للجميع وبيده الممدودة للسلام. ما حصل أمس في يوم إعلان الإعفاء الكامل ومحاربة المختلسين، نحن مؤكدين نستطيع العبور للمستقبل بفكرة وذكاء وقدرة وحكمة رئيسنا رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. ورغم ما شهدته البلاد مؤخرا من الأزمات السياسية والاجتماعية، إلا أنه بفضل عزيمة رئيس الجمهورية لتجاوز كل هذه الصعوبات بدأت تشاد تتعافى من آثار هذه الأزمات وتقبل نحو مستقبل مشرق بمشيئة الله.